رجعنا لكم مشاهدينا تنتبه نحن وياكم المحور الثالث من برنامجنا نور جديد مباشره على الهواء عبر فضائيه نور الشرق. قبل ما نفوت نحن وياكم ندخل اكثر بحيثيات هذا المحور اللي حنعرض نحن وياكم تقرير خاص عديناه عن الراهبه السلزيانيه الاخت كارولين طحان يلي هي نالت جائزه المراه الشجاعه في العالم لعام 2017. تم اختيارها من بين 13 امراه اليوم بمثلوا اكثر من دوله عالميه وعربيه وشرق اوسطيه، وسلمتها جائزه لسور كارولين يلي بنوجه لها كل تحيه تقدير واحترام لسور كارولين طحان ان شاء الله تكون عم تسمعنا اليوم، يلي منحتها الجائزه هي عقيله الرئيس الامريكي ترامب وكان بالبيت الابيض هيدا الاحتفال يلي اقيم على مراحل متنوعه. من هي الاخت كارولين طحان؟ خلينا نشوف نحن وياكم هيدا الريبورتاج. Our next honoree is Sister Caroline Tahan of Syria. Sister Caroline, a Roman Catholic nun working in Damascus. الأخت كارولين طحان من مواليد حلب السورية العام 1971، نزلت النزول الأولى في رهبنة راهبات الساليزيان دون بوسكو بنت مريم أم المعونة في العام 2003 والنزول المؤبدة في العام 2009. تخصصت في العلوم الكيميائية والدينية ما بين الأعوام 2003 و2006، قدمت خدمتها في حدث بعلبك لبنان، وما بين الأعوام 2006-2007 خدمت في المستشفى الإيطالي في الشام ومساعدة في قسم المحاسبة. المدرسة الإيطالية أيضا خدمت فيها في الشام ما بين الأعوام 2007 و2016 مديرة ورئيسة الدير ومشاركة في العمل الرعوي مع الشبيبة. كما أن الأخت كارولين طحان تخصصت في كلية التربية. إذن من رحم المعاناة انطلقت ومن سوريا الجريحة عززت رسالتها الساليزيانية. إنها الراهبة كارولين طحان ابنة سوريا، ووقع الاختيار عليها من بين 13 امرأة ونالت جائزة المرأة الشجاعة في العالم لعام 2017 وذلك في البيت الأبيض في أمريكا، حيث سلمتها الجائزة عقيلة الرئيس الأمريكي ترامب. الراهبة كارولين طحان مثلت في الاحتفال الرهبنة الساليزيانية في العالم وبشكل خاص إقليم الشرق الأوسط. برجع بجدد طبعا التهنئه القلبيه للاخت كارولين طحان للرهبنه الساليزيانيه جمعاء، وكلنا بنعرف الدور اللي عم بتقوم فيه هيدي الرهبنه لا سيما في سوريا في ظل هالظروف الصعبه، فالف مبروك للراهبات الساليزيانيات. مشاهدينا اليوم معنا بالمحور الثالث من برنامجنا طبعا ابن الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية وقائد جوءة السيدة الأرثوذكسية الأستاذ رمزي سعد، حتى يخبرنا عن هالأمسية اللي بدهم يحيوها بيوم الجمعة الساعة 8 المساء بكنيسة القديس جواجيوس للروم الأرثوذكس في برمانة تحت عنوان من زمن الصوم الكبير حتى الفصح العظيم المقدس، يلي بتحيي هيدي الأمسية جوقة عنادل الموسيقى البيزنطية. حيثيات هيدي الأمسية رح نتركها للأستاذ رمزي ورح يخبرنا أكثر عن الجوقة تبعيتهم، شو عندهم كمان مشاريع كنسية جديدة. صباح الخير رمزي. صباح الخير سنيا. أول شيء شكرا لحضورك معنا ويعطيكم ألف عافية. شكرا لاستضافتكم. بنعرف إنه عندكم تدريبات كثيرة عم تصير بطريقة متسارعة لأنه العد العكسي قرب لهيدي الأمسية اللي تسجل فيها مشاركة كتير كبيرة. أول شيء ليش تم الاختيار؟ يعني أنا دايما بيلفت لي بالمواضيع العناوين من زمن الصوم الكبير حتى الفصح العظيم المقدس، وكأنه إذا حد بده يتعمق أكثر بهيدا العنوان بحس كأنه نحن أمام رحلة كتير كبيرة. 100% نحن قصدنا من خلال اختيارنا لهيدا العنوان للأمسية إنه المؤمن يلي بده يجي يحضر أو محب الموسيقى البيزنطية يلي بده يجي يحضر هيدي الأمسية يفهم من خلال التراتيل من خلال الليتورجيا الأرثوذكسية شو محتوى هيدي الفترة. نعم. ويفهم هالمسيرة اللي الكنيسة بتحطنا فيها خلال فترة الصوم للأسبوع العظيم لوصولا لنعيد الفصح. والتراتيل اللي اخترناها لهيدي الأمسية بحد ذاتها قادرة إنه إذا الواحد سمعها يفهم هالمعاني العميقة ويفهم عمق الليتورجيا يلي بيخليه يفهم هيدا الصوم الكبير شو بيحتوي، شو أحد الصوم، شو الأسبوع العظيم، على شو بتركز الكنيسة خلال هذا الأسبوع. نعم. وكيف المؤمن بده يقدر يعيد الفصح العظيم بقلب نقي وبتوبة. نحن بعد شوي رح نشوف البوست تبع الأمسية على الشاشة فوق جهوزها. رمزي قد ايه استغرقتوا بالتحضير لهيدي الأمسية؟ نحن تلقائيا بعد عيد الميلاد بعد اعياد راس السنه والميلاد يعني دغري بلشنا تمارين لامسيه الفصح. اقل شيء ياخذ التحضير 3 اشهر اذا كنا عم نقصد نعمل امسيه مرتبه على صعيد مرتب.
الأمسية حسب محتواها بتاخد وقت للتحضير، وهذا التحضير صار له 3 أشهر مبلش، وأكيد بآخر فترة عم بيصير أكثف وأكثف برعاية صاحب السيد المتروبوليت جورج خضر الله يطول بعمره سيدنا جورج. يلي كنت بدي أقوله أنه اليوم أنتم كجوقة شو الكادر تبعكم، شو مؤلف، كيف تتمرنوا، كيف بتنظموا أموركم بالكنيسة؟ نحن كجوقة نحن عددنا ما يقارب 45 شاب حاليا، نحن جوقة شباب بس، ونطمح اكيد انه ناسس جوقة بنات، وان شاء الله بالقريب نعمل هيدي الخطوة. الشباب اكيد مش بكل الامسيات بتلاقي العدد الكامل، لانه تبعا لالتزاماتهم الحياتية شو بتسمح لهم انه يشاركوا بالتمارين، بالتالي بيشاركوا. نحن اللي بيتمرن بيشارك بالتمارين، لان احنا بنقرا النوت وفي مبادئ معينه من الموسيقى البيزنطيه بده يكون الواحد بيعرفها ليقدر انه يرتب هذه القطع 100%. تخضعوا لتدريبات بشكل دائم كل اسبوع حتى ان كان في امسيه ولا ما في امسيه، وطبيعي بس يقرا موعد الامسيات بيكون التمرين اكثر، بس نحن بالشكل الطبيعي كل جمعه عندنا تدريب يستغرق ساعه ونص او ساعتين. شو حلو. مين اللي حيشارك بهيدي الامسيه؟ يعني هل في نسبه حضور كثير كبيره؟ دعيتوا جهات معينه؟ أكيد لأن أكيد. حسيت انه الترتيبات اخذ حجمها، وعرفنا انه سوف تنقل هيدي الامسيه فيما بعد على عده وسائل اعلاميه من ضمنها تلالوميار وفضائياتنا. اكيد. نحن دعينا صراحه نائب رئيس الحكومه وزير الصحه الاستاذ غسان حصباني والنائب غسان مخيبر اللي هن بيتابعوا دائما هدول النشاطات. طبعا. إضافة لهيك دعينا بعض المتخصصين بالموسيقى، إن كان من المعهد الوطني الكونسيرفاتوار، لأنه أكيد بهمهم الموسيقى البيزنطية اللي لها مكانة خاصة بالموسيقى بشكل عام. كذلك دعينا شخصيات اجتماعية وثقافية كمان. لح نسمع نحن وياك رمزي كمان والمشاهدين المجدلة الكبيرة اللي تم أدائها بمهرجان بيروت من أداء جوقة السيدة الأرثوذكسية. قديش لقيت رواج هيدي لما قدمتوا هيدي الترتيلة على أمام الملايين من الجماهير؟ هيدي الترتيلة لها مكانة خاصة بالليتورجيا الأرثوذكسية المجدلة الكبرى. نحن تقريبا بكل الخدم الكنسية الصلوات الصباحية ولا المسائية بتنقل المجدلة الكبرى، طبعا الأحد تنقل بطريقة احتفالية أو بالأعياد. وهيدي اللي رح نسمعها، اللحن اللي رح نسمعه هلأ هو من الأكثر الالحان اللي هيك لها يعني مشهوره، والمرتلين اجمالا بيدوروا على الويب سايت على الانترنت ليشوفوا هيدا اللحن كيف مقدينه هيدي المدرسه الموسيقيه او هيدي الجوقه او هيدا المرتل. هذا اللحن كتير مشهور وباليوناني وبالعربي يمكن مزبوط. صارت احنا بنسمي المجدل الكبرى دوكسولوجيا، ونحن عم نقول ايات بالتناوب بين العربي واليوناني. حنسمعها نحن وياكم رمزي. Oh,
يعني بنشكر الله على هالنعم يلي ربي بيمطر علينا لما بنشوف جوقتكم، جوقة جبل لبنان، جوقة معهد القديس يوحنا دمشق اللاهوتي بالبلماند، هالجوقات بسوريا بكل بلدان الانتشار والتي تعود لكنيستنا الانطاكية الارثوذكسية بيكبر قلبنا. بس اللي بقوله أنا رمزي إنه أكيد في صعوبة معينة بأداء هيك تراتيل، يعني أول شيء الصوت هو الأساس، وبعدين لما بيكون شخص عم بيأدي هيك نوع من التراتيل بيكون في شيء روحاني بداخله عم بترجمه بصوته. قد ايه اليوم نحن يعني علينا مسؤوليه بطريقه الاداء، وعلينا مسؤوليه كيف نوصل هالترتيله بطريقه فعلا تكون فيها رساله واضحه. المعرفه الموسيقيه بالدرجه الاولى هي اهم شيء ليقدر الواحد انه يؤدي هدول القطع اللي نحن بنأديها. بطبيعه الحال في جانب موسيقي وفني اذا بدنا نقول من بهذا العمل، والجانب الاهم هو الجانب الروحاني مثل ما حضرتك قلتي هلا، لانه هيدي القطع بدها توصل لناس عم بيصلوا بالكنيسه بالدرجه الاولى قبل الامسيات وقبل التسجيلات اللي الجوقات بتطلعها، هيدي التراتيل مطرحها بالكنيسه، ولتقدر هدول الناس يصلوا بده يكون المرتل اصلا عم بيصلي. دائما بيقولوا المرتل هو مصلي مرتين، لانه هو بيرفع الناس لمرتبه الصلاه. بقى المعرفه الموسيقيه ضروريه، طريقه الاداء بطريقه مصليه كمان ضروريه، وطريقه الاداء الموسيقي كرمال نضمن انه الجانب الفني الموسيقي كمان يكون مؤدى بشكل كمان حلو كمان ضروري. وهيدي كل جوقه تمتاز بطريقه اداء معينه، بطريقه ترتيل معينه، كيف مسؤول الجوقه بيشوف انه هاي القطعه منأديها بهذا الشكل او بهذا الشكل. هدول قصص تكنيك بالموسيقى معينه حسب كل جوقه. هيدا الاختلاف بين الجوقات بيعمل غنى كمان. فعلا شيء كثير حلو. اليوم بدي اسمع منك شخصيا مباشره على الهواء، ما تقول لي لا اكيد. لا بدي اسمع منك هيك شيء ترتيلي كمان من وحي مناسبه الصوم. هيدي الترتيله هو ذا الختن وياتي في نصف الليل، هي احدى تراتيل صلوات الختن. هي هيدي الصلاه بتنعمل باول 3 ايام من الاسبوع العظيم بالكنيسه الارثوذكسيه، بتركز على قد ايه المؤمن لازم يكون دائما يقظ وناطر مجيء المسيح ليكون معه ومحضر حاله اكيد بالاعمال الصالحه وبالتوبه. يلا رح نسمع نحن والمشاهدين. ها هو ذا الختن ياتي في نصف الليل، فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فهو غير مستحق. فانظر يا نفسي ألا تستغرقي في النوم، ويغلق عليك خارج الملكوت وتسلمي إلى الموت، بل كوني منتبهة صارخة: قدوس 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 أنت يا الله، من أجل والدات ارحمنا. ميرسي، فعلا اداء رائع. اي اللي بدي اقوله كمان رمزي انه بالنسبه للجوقات، يعني قلت انه احنا عم نسعى لناسس جوقه بتكون فيها نساء وشابات، ليش الجوقه الاساسيه هلا ما بتكون هي مزيج من الجنسين الذكور والاناث، اثنيناتهم بيكونوا سوا هيك بتبقى الجوقه على مستوى؟ هذا بيرجع لمسؤول الجوقة أو لسيادة الجوقة بالترتيل أو طريقة الترتيل أو الأداء. في بعض الجوقات بتلاقي فيها شباب وإناث بيرتلوا بنفس الوقت، في بعض الجوقات بتلاقي فيها شباب وإناث، جوقة للشباب وجوقة للإناث، كل وحدة بترتل منفردة وبيرتلوا سوا بالترتيل يلي طبقة فيهم بتكون بتلايم الجنسين. في بعض الجوقات لهلأ مثل جوقتنا مثلا بس جوقة شباب،
لانه دائما درجه العاده عبر التاريخ انه كان دائما الترتيل كنا نشوف اكثر جوقات شباب او مرتلين اكثر عم بيهتموا بهذا الموضوع. ما في شيء بيمنع اكيد انه يكون في اناث، بالعكس في كثير حتى بالوقت الحالي اناث بلبنان او ان كان بسوريا من الاصوات جدا حلوه وبيتمتعوا بمعرفه موسيقيه كمان كثير مهمه، بيرتلوا ومثله مثل الشباب، ما في شيء بيمنع. هذا بيرجع للجوقه، كنا محافظين على التقليد اكيد. هذا الشيء أكيد المهم. في شيء مشاريع جديدة عم تحضروها لفترة ما بعد الفصح؟ نحن دائما إذا بدك بنشاط مستمر بالجوقة. هلأ عم نحضر لهذا الرسالة اللي حكينا عنه بسبعة نيسان الساعة 8 بمجريس برمانة. بالمرحلة الثانية نحن دائما بيجينا دعوات من رعاية إن كان بكل أبرشيات المنتشرة بلبنان يعني، عقبال كمان ما نروح كمان على سوريا ونكون على المدى الأنطاقي كله يعني. بالوقت الحالي ما في شيء محدد لأنه نحن بننطر دعوة أو تنظيم مشروع مثل ما الله بيريد يعني. العكس، نحن بنفتخر فيكم كجوقة تابعة لكنيستنا الأنطاقية الأرثوذكسية، وإن شاء الله كل هالأبرشيات سواء بالشرق أو ببلدان الانتشار كمان مع أبناء الشرق موجودين هونيك. حلو كان كمان هيك يصير في جسر تواصل إن شاء الله وتجسيد لهالوحدة التواصل ما بين الشرق والغرب بأبناء الكرسي الأنطاقي الواحد. كلمتك الختامية رمزي يلي اليوم تبعتها عبر شاشة اللوميار، وكمان بتهني فيها المشاهدين بقيامة المخلص. طبعا نحن هلا بدأنا بالعد العكسي تنستقبل هيدي الأيام. أنا بتمنى لكل شخص عم يحضرنا هلا ولألكن ولجميع القيمين على البرنامج وعلى هالإذاعة المباركة دوام الصحة، وبتمنى لهم أسبوع عظيم مبارك مبارك مبارك، يفوتوا عن جد وينسوا الدنيا خلال هذا الأسبوع ليكونوا مع يسوع وفقط ليسوع، يبعدوا عن ضجة الدنيا، ينتبهوا لكلمات الإنجيل، لكلمات الخدم، لكلمات يسوع فقط، ويتوبوا لأنه بالقلب النظيف وحده منقدر نعين قيامة السيد. بتمنى عن جد توبة للكل للكل للكل، لنقدر عن جد هيك بقلب نظيف نقدر نلمس القيامة، نقدر نعيش هذا العيد، لأنه هذا العيد لا يعاش إلا بقلب نظيف مع يسوع، ولا يسوع فقط. شكرا لك رمزي سعد على حضورك معنا. أنا بدي أتمنى لكم التوفيق بهيدي الأمسية، وأكيد رح أكون موجودة معكم كمان يوم الجمعة بحضورك نحن. لحتى أفتخر بهيدا الإرث الأنطاقي الأرثوذكسي يلي أنا بنتمي له. الله يخليك. شكرا لك. مشاهدينا، وصلنا نحن وياكم لختام برنامجنا نور جديد. بدي اشكر ضيوفنا يلي كانوا معنا اليوم، بدي اشكر متابعتكم دائمه لنا، بشكر زميلي ميشيل حلبي اللي دائما عم يتعب ويسهر على حسن تنظيم وسير الامور في برنامج نور جديد، مع كل المحبه والشكر والتقدير لعمله. طبعا فيكم تتابعوا اعاده بث برنامجنا نور جديد الليله الساعه 12، وفيكم ايضا تتابعوه عبر الموقع الالكتروني www.nursad.tv وعبر اليوتيوب الخاص بفضائيه نور الشرق. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.